أظهر مقطع فيديو 3 عاملات في المستشفى يدرن ظهورهن للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو وهو في صدد تقديم الشكر لهن على مجهودهن. وعلى الرغم من كل شيء حاول أن يجادل الرئيس في مواجهة هذا الصمت وقال: سنكون هناك وسنواصل اتخاذ القرارات كما فعلنا منذ البداية، قرارات براغماتية ومتناسبة ومحددة الإقليمية ولكنها تتوافق مع حياة الوباء لحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً ومقدمي الرعاية. وليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها ماكرون عداءً من مقدمي الرعاية أثناء زيارته للمستشفيات منذ بداية الأزمة الصحية، إذ كان الرئيس على وجه الخصوص قد أجرى حواراً متوتراً مع طاقم مستشفى مؤسسة روتشيلد في أكتوبر الماضي.